جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فما رأي الدين في هذه الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس من ذلك، صلاة مشروعة الحمد لله، وصلاة طيبة والحمد لله، مطابقة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد فإن هذه صيغة مشروعة وطيبة جيدة ولله الحمد. ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لكان ذلك أتم وأحسن. نعم.